الحرب. صدام حسين كان طائفيا؟ ابدا ابدا. مره عندي مسجد الباصوره قاعدين، اجى واحد جلس يعني ثنى ركبته على الارض وقعد على ركبه، جلس على ركبتي وبدا يلقي شعر، ورجل بسيط فلاح ما يقرا يكتب. اجى الاخ، اجى الاخ قال لي حسن تعال، شنو الظاهره هاي؟ شنو الظاهره؟ ليش هنا بالجنوب هالشعر هذا؟ شو ربعنا ما عندهم هذا الشعر؟ ربعنا يعني المنطقه الغربيه، يقصد بها المناطق السنيه. قلت لك سببين، الاقطاع والحسين. الاقطاع قاسي عليهم هنا، دمرهم قبل عهد قبل الثوره 14 تموز، ف الجوع والمعاناه والانين خلى الاغنيه العراقيه شجيه، وخلى الشعر العربي خلى الانسان يشجع بالشعر. فاثنين مساله الحسين وتاثيراته على الناس هنا، هذين الاثنين مو موجوده في الغرب، لانه في غرب العراق شمال ماكو قطاع، اكو مزارع قليله قليله، القطاع بالجنوب بالاراضي اللي تسقى سسمه سيحان يعني او بالماء. المهم كان يقول ليش ما تكتب هذا الري؟ طلب مني ان اكتب راي ان الشعر في الجنوب وليس في المناطق الشماليه والغربيه، خلي يعرفون الناس. قلت له لا عينها مو شرط ما سمع. المهم يعني رجل المكتب مالته ما كان ما يفرق، ما يعرف ينسى شيء، بس الحرب لها لغته. فالحرب املت عليه لغه، على الاعلام لغه تقرا الطائفيه، فالواقع هي لغتين، كانت لغه مع الشيعه العرب، أن احنا عرب نواجه الفرس، واللغه مع السنه، تعال احنا السنه نواجه الشيعه. والحرب ما عندها منظومه قيم، هي منظومه صراع. فاي واحد منهم ينجح في صناعه مفرده او قانون لغوي او اعلامي لكسر الاخر ينجح بها. فصدام حسين استخدم هالمفردتين، هاللغتين، العروبه مع الشيعه والتسلل مع السنه. جاوبك يقول لك ايه، حتى اذا استلم الحكم راح يذبحني مثل ما سوى صدام في السابق. صدام سوى في السابق لانكم تمردتم علي. اما لو كلكم انضممتم الى حزب البعث العربي الاشتراكي مثل ما الشيعه اللي انضموا في حزب البعث العربي الاشتراكي، صار عليهم شيء؟ ما صار عليهم شيء. صدام كان يقتل من يتمرد عليها ويخالف اوامره، مو لمجرد كونك شيعيا، وانما لان البيئه الشيعيه معاديه، خاصه مع تاسس احزاب سياسيه فيها كحزب الدعوه وغيره، قادوا انتفاضات وثورات الى اخره وعمليات، لذلك كره الشيعه وبدا يسومهم سوء. مع عدي بن صدام حسين، واتشرف انني كنت مع عدي بن صدام حسين، واقسم بالله العظيم لو سنحت لك فرصه لقبلت الايادي وغير الايادي حتى تكون مع عدي بن صدام حسين، انت وغيرك. والمعلوماتك عدي بن صدام حسين هذا اللي تحكون عنه، ها، في الجريده الوحيده في كل الكون التي كانت قول الامام علي عليه السلام في راس الصفحه. صحيح. وكلكم شفتوا عدي بن صدام حسين، والله العظيم اقسم بالله أن صدام حسين رحمه الله، والله والله والله، في ليلة عقد بنت حلا وهي حية ترزق وتسمعني، ورجلها زوجها جمال مصطفى يسمعني، سأله قاضي بغداد لي جمال، قال له وهذه الحادثة نقلها لي شاهد عيان، ولو يسمح لي أذكر اسمه مع أنني قد سمعتها من عدي بهذا إذني، والله قال له يا فلان على أي مذهب أعقد؟ انتبه صدام حسين رحمه الله. فقال له أي المذاهب أفضل للمرأة؟ فقال له ابن قاضي بغداد، وتدري ما يقدر يكذب رئيس جمهورية، فقال له المذهب الشيعي الجعفري، المذهب الجعفري، والله العظيم قال له اعقد على المذهب الجعفري. شفت السوء بصدام حسين اللي يعتبروه يكره الشيعة؟ شفت هذا صدام حسين
بنته أصغر بناته، احنا نسميها بالعراق آخر العنقود، انتو تقولون احنا نسميها بزر القعدة، بزر القعدة وبزر الشيب آخر العنقود. يعني افتقد العراق صدام. أظن أن العراق فقده، وأظن أن الأمة فقدته كلها. لم تندم على علاقتك مع صدام يوما؟ أبدا، ما أزال أعشقه وما أزال أكتب له، كل ما تذكره أتلم. قلت أول قصيدة لي في رثائه، قلت لست أرثيك، لا يجوز الرثاء، كيف يرثى الجلال والكبرياء، لست أرثيك يا كبير المعالي، هكذا وقفة المعالي تشاء. كنت أرى فيه الفارس العربي المنتظر لتوحيد الأمة لإنقاذ. ليش حاول يقابل صدام حسين؟ صدام حسين دكتاتور ومعادي للشعب كما يقال. لا هو أنا مواطن. أنا جاوبك. هو مواطن. لا أنت ما دكتاتور. نعم مو دكتاتور، لم تكن دكتاتور.